دكتور عمرو اتفضل. أنا في الحقيقة أنا سعيد بكل المداخلات التي تمت، ولكن أنا عندي بس تعليقين. التعليق الأولاني يبدو أن المفاهيم اللي قلتها محتاجة وقت عشان نتكلم فيها، فالكلام عن المفهوم محتاج أن هو يحصل بسط. يعني أنا سأل مثلي مثلا، أنا لما أقول مفهوم تجديد وظيفة العالم، ففي بعض الناس سيموا إما أو التفكير الثنائي ده خلص من العالم، خلص التفكير، وإما تجديد خطاب لإما تجديد مفاهيم، هذا الكلام خلص خلاص. ولكن أنا لما اتكلمت عن تجديد وظيفة العالم ده هيجيب ترسنة من الأشياء التي لابد أن احنا نتكلم عنها. ولكن تجديد وظيفة العالم لكي يعود مرة ثانية العالم إلى مكانته المجتمعية، نحن عندما نتكلم عن المجتمع لابد أن يسترد العالم ما الذي يجعل الناس يشتكون. وكلما ذهبت إلى أي مكان يقول لي أين أنتم، الكلام اللي أنتم بتقولوه ده حلو، أنتم فين؟ هو في الحقيقة التعبير دوت معناه لو سمح أمدوا أيديكم لاستنقاذ المجتمع. فالمسألة دي لازم تكون واضحة في ذهننا، فده مش هيحصل غير لما نجدد وظيفة العالم، إن العالم دايما يتواكب مع المجتمع وما متطلبات المجتمع. احنا عندنا، أنا بقول هناك احتياجات مجتمعية غير ملباة من خلال رجال الدين. هناك احتياجات، هناك احتياجات نيد لدى الناس، احتياجات لدى الناس غير ملباة منا. زي ايه؟ ماذا فعلتم لكي تحصنوا المجتمع من زيادة نسب الطلاق اولا؟ هذه مسألة مهمة جدا جدا. هذه اسئلة، دي اسئلة في المقرر مش اسئلة برا المقرر. ولذلك احنا لابد ان احنا نبتكر. عندما توقفت غدة الابداع والابتكار عندنا توقفت اشياء كثيرة جدا جدا جدا. لابد ان يقوم العلماء بتوليد للعلوم، علماء الدين يحصل عندهم توليد للعلوم. انا اتذكر ان المنع وتحريم ايداع المال في البنك اخر الامة الاسلامية والمجتمعات المسلمة على الاقل 300 سنة، لأننا فقدنا ما يسمى في الاقتصاد بما يسمى بحساب الأرقام الكبيرة، فظلمنا في الأرقام الصغيرة. ثم بعد ذلك ماذا؟ نأتي فنغير أشياء كثيرة جدا جدا. هو هذا الكلام الذي أقصده. النقطة الثانية وهي مسألة مهمة جدا كمان في مسألة التعليق، أنا مش عايز يا جماعة نقعد نعمم. يعني إحنا مش هنرتاح لما نلمي المسألة على الإعلام ولدينا مسائل على رجال الدين. هناك مسؤولية مجتمعية، ومسؤولية مجتمعية مش مسؤولية فقط مؤسسات المجتمع المدني مثلا، كل واحد فينا مسؤول. أنا عن نفسي لما بدرس ظاهرة فوضى الفتاوى بجد أن المجتمع جزء من هذه المشكلة. مين اللي استخدم مصطلح شيخ؟ أنا يجي يقول لي الفتوى دي ما شيوخ مختلفين فيها، مين الشيخ ده؟ كلنا اللي استخدمنا مفهوم الشيخ بمعنى الملتحي. أنا كنت في تدريب في الهيئة الإنجليزية قريب، كان يقول لي بيجوا يسألوني لأن أنا ملتحي. أخونا المسيحي بيروحوا يسألوني لأن هم ملتحي، فهو بيسأل عن محروس البقال، وبيسأل عن عم محمود الطيب، ويسأل زميله محمود اللي هو موجود معاه وسيد على أنه هو ملتحي. فمين اللي عمل السيولة الدينية دي؟ إحنا جزء من المسؤولية دي على عاتقنا إحنا. ولذلك أنا ما بحبش خالص إن يجي حد يقول لي دايما صورة رجل الدين في الإعلام صورة سيئة. أما هنعمل ايه في فيلم المرايا؟ فيلم المرايا وهو جايب عبد المنعم ابراهيم اللي هو برضه في فيلم السفيرة عزيزة قال الإفيه بتاعه، لكن هو في فيلم المرايا بيقدم نموذج بديع لرجل الدين. هنعمل ايه في هشام سليم وهو بيقدم نموذج عجيب في ما زال النير يجري؟ هنعمل ايه واحنا عندنا فيلم اسمه جعلوني مجرما والشيخ حسن هو الحل للمشكلة المجتمعية؟ لا كده مش هينفع. يعني انا ما بحبش الاطلاق ده، لان الاطلاق ده بيعمل ايه؟ طب انا اقول لكم حاجه، الاطلاق دوت ورثنا هذا الاطلاق فاورثنا ما يسمى بالانتقاميه ما بين مكونات الدوله ومكونات المجتمع. دايما اهل الفن بيعتبروا رجال الدين على عداء معهم. يهديكم يرضيكم الله يستركم، مين اللي عمل ده؟ ما انتوا طول الوقت بتقولوا ان احنا بنعديكم وبنقدم صورتكم صورة سيئة. انا عارف ان احنا عندنا ناس كتيرة مقتنعين ان في عداء ما بين اهل الفن
واهل الدين والعكس صحيح. ما حدش ينكر ده. انا بحب يعني خلينا نقول انا راجل قاعد برصد المجتمع، فانا مش هكذب على نفسي، فلابد ان الخطاب ده يختفي، لابد الا نعمم المواقف السلبيه. زي واحد يقول لي الناس كلها بتعاديني، احنا عندنا 7 مليار كل الناس بتعاديك، يعني الثلاثه اربعه خمسه سته دول بيعادوك، يعني امال الفنانين اللي بيجوا، امال الفنانين اصحابي دول اعمل فيهم ايه؟ طب والناس اللي هم طب عبد المطلب اللي كان بيخلص عبد المطلب كان بيقول بيقفل الاذاعه ويروح، لانه بيخلص الوسطته بيخلص، فكان يعمل ايه؟ يروح الاغنيه اللي هو بيقولها دي من السيده لسيدنا الحسين، كان بيروح يصلي في ستنا السيده زينب وبعدين يروح لسيدنا الحسين. طب احنا نعمل ايه؟ هنفضل برضه نكرر هذا الكلام ونكتره؟ كفانا هذا الكلام. كل لابد ان يركز في دوره. انا شايف ان ارقاء التهم لا تنمي الا عن تخاذل عن القيام بالادوار. وخليني اقول لكم عباره، فساد الدور يؤدي الى دور الفساد. لو واحد هيفسد الدور بتاعه او يؤدي الى افساد دوره، ده هيخلي في دور للفساد. ففساد الدور يؤدي الى دور الفساد، هيبقى فيه ادوار للفساد بيننا. فاحنا مش محتاجين لكل هذه المساله. فلذلك هم بيسالوني نعمل ايه عشان ده يتحول الى اجراءات. لو سمحتم اول حاجه لازم نعمل نماذج نربي عليها اولادنا، لان النماذج بتساعد الناس على ان هم يتاهلوا بشكل سليم، وده اللي انا قدمته. الامر الثاني ان احنا لازم نقدم خرائط ذهنيه يستطيع الانسان ان يستدل بها. احنا محتاجين ابداع، محتاجين ابتكار. مثلا قال لولا الهجره لكنت امرأ من الانصار. فما حدش يجي يقول لي ايه حكايه التدين المصري ده؟ التدين المصري تدين رائد سواء كان مسلما او مسيحيا. وفقد الرياده في التدين المصري ضرر للامتين، الامه المسلمه والامه المسيحيه، وضرر للوطن. ففكره ان احنا نتنازل عن فكره التدين المصري ده نفس الفكره اللي فيها بنتنازل وبنحول الوطن الى تراب. هي نفس الفكره بالحرف. مفيش فرق بينهم هما الاثنين. اخر حاجه انا شاكر لحضراتكم كل هذا الاستماع وهذه الافكار اللي خلتنا نحاول ان احنا نناقش نفسنا ونراجع نفسنا. بس انا برضو ما بحبش الياس. اذا كنت اخر المتكلمين اسمحوا لي اقول ياك تصدق كذب الوجع او الالم ان الحياه بتموت، وان الفرح اتخنق، وان السعاده تعجز لما الزمان بيفوت، وان الزمان والشكالح مليان سواد والهم فيه مكبوت. كل الاكاذيب دي يا صاحبي تدوب لما يجي الصبح وفي ايده طبق القوت. كل يوم الصبح يجي وياه شنطه فرح، شنطه هدايا وحنان تداوي للجرح، يمسح بنوره في قلوب المحتاجين تطرح منح. الصبح يا صاحبي مش مجرد نور، الصبح باب جديد للحياه واتفتح. شكرا لحضرتك. احنا الختام هيكمله طبعا دكتور عامر، كل الشكر والتقدير. متحدثينا الكرام دكتور عمرو برداني، نيافه الحبر الجليل، نيافه الانباء ارميا، استاذنا الدكتور محمد ابو زيد الامير، الاعلامي الكبير الدكتور حسام فاروق، وطبعا ابونا جريش. وهنختم مع دكتورنا الفنان عمرو التوني وفرقه المولويه، وطبعا كل التحيه من حضراتكم.